خرج البعض مدفوعا بقسوة ظرف عام أو خاص، وخرج بعض آخر راغبا في العلم أو حالما بالرزق أو مسكونا بسحر الرحلة نفسها. البروفيسور زياد حجازي، أستاذ طب الأطفال وعلاج أمراض القلب. في مسيرة اغتراب الدكتور زياد تحديات عدة، أولها كان الخروج نفسه الذي جمع السكواش وولي العهد الأردني والطبيب الشاب في قصة واحدة. سمو الأمير حسن كان يلعب سكواش، في يوم من الأيام صاحب الأمير حسن اللي بيلعب معه سكواش ما إجاش، فالأمير حسن بتطلع على المدرج فوق، طلع علي تلعب سكواش؟ نعم سيدي بلعب سكواش. قال لي تعال نزلنا والله لعبنا سكواش مع بعض، فصار يسأل عني كل مرة جيبوا زياد يلعب معي سكواش. يوم من الأيام بعد ما خلصنا نلعب سكواش بسألني زياد أنت شو حاب تسوي بس تتخرج؟ قلت والله يا سيدي والله حاب أطلع أتخصص في أمريكا. ثاني يوم إجاني برقية على الوحدة اللي أنا فيها بالطب من مدير الخدمات الطبية، الدكتور كان أيامها جراح مشهور جدا جدا اسمه الدكتور داود حنانية، فناداني الدكتور داود على المكتب تاعه، فت عليه مكتب طويل، أديت التحية عسكريا، ما تطلعش علي أبدا، نسفني بهدل غير شكل، ليش رايع على الأمير حسن؟ أنت مبارح تخرجت أنت كذا؟ قلت والله يا سيدي أنا لا رحت عليه ولا أي شيء، بنلعب سكواش وسألني شو اللي بدك إياه وحكيت. فعلا الأمير حسن أوفى بالتعهد إلي، وفي عام 1984 قال لي تطلع على أمريكا. قلت للجيش يا جماعة أنه أنا حاب أمدد البعثة بدون راتب وجمد الرتبة، بس أعطيني 5 سنوات أتخصص أطفال وأمراض قلب. إجا الرد فورا بعد 24 ساعة، عد إلى البلاد فورا. يا جماعة طبيب أردني قبل بجامعة ييل يعمل تخصص بييل، أرجع؟ حكيت للجيش أنا بدي أكمل التخصص هون، وافقته أو ما وافقته أنا أظني بأمريكا. اعتبروني فار، ولمدة 9 سنوات ما قدرت أحط رجلي بالأردن. اعتبر زياد حجازي فاراً من الجيش، وأوصد باب الأردن مؤقتاً حتى فتحه قرار سام لم يكن سوى من الملك نفسه. أما الإقامة في أمريكا فلم تكن قانوناً ممكنة، وتقدم الطبيب الشاب بالتماس إلى السلطات المعنية. وزارة العدل رفضت، ما ظل عندنا حلول، فمدير المستشفى اللي كنت أشتغل عنده في بوسطن قال لي والله أنا بعرف السيناتور تيد كينيدي، تيد كينيدي طبعاً هلا توفى، كان من أشهر وأقوى سيناتورية في أمريكا. اتصل مع المكتب تاعه تليفون قال لهم والله في عندي دكتور هيك كيك وإحنا بدنا إياه لبوسطن، خليه يجي هناك. فنزلت أنا والله مع رئيس القسم تاعي على مكتب السيناتور كينيدي وشرحنا لهم القصة، قالوا فورا السيناتور راح يكون سعيد جدا يكتب رسالة لوزير الصحة الأمريكية إنه لازم إنك أنت تظل في أمريكا. فعلا كتب الرسالة، خلال أسبوع إجا قرار من وزير الصحة الأمريكية يسمح للدكتور زياد حجازي بالبقاء ورح نعطيه الجرين كارد. الوالد خلال 9 سنوات هاي ما خلى باب إلا طرقه في الأردن، يترجاهم يا جماعة اعفوا عن زياد، خليه يجي، خليه يزورنا كذا. قلت لأبوي يابا أنا خلقت المشكلة أنا بحلها. وفعلا كان إلي صديق بشتغل مع الملك، قال لي اكتب لي رسالة وجهها للملك اشرح له شو اللي صار معك. خلص قال لي ودي لي إياها. والله كتبت الرسالة وديتها للسيد درويش، فورا خلال 48 ساعة إرادة ملكية بخط إيد الملك على نفس الرسالة يعفى عنه ويسمح له ولزوجته وابنه طارق، لأنه كان عندي هذيك الأيام ابني ولد طارق، بالعودة إلى البلاد فورا. والله أنا إجت الإرادة الملكية بإيدي، اشتريت التذكرة وعلى الخطوط الملكية من نيويورك سافرنا على عمان، كانت أيام رمضان، هذا الحكي عام 1993. الأهل ما كانوا عارفين أنه أنا جاي أبدا، قلتها يعني مفاجأة كاملة
للوالد وللوالد وللجميع. فأخذت سيارة تاكسي واخنا على المدينة الرياضية من المطار وفتت على البيت. لما الوالد والوالد شافوني الاثنين اغمى عنهم. فأنا بعد هاي الحادثة بطلت أعمل مفاجآت لأي ناس، لأنه محتمل الإنسان لا سمح الله يتوفي فيه. نال زياد الاعتراف به كشخص أنقذ حياة الكثيرين، وكجندي وبان للجسور ومرشد للأردنيين الذين يمكنهم في مستقبلهم أن يتبعوا خطاه، وهو بمثابة جسر بين الشرق والغرب. الدراسة أيضاً لم تخلو من تحديات، ويروي الدكتور زياد أن أقصاها كان علاقته المتوترة مع أستاذه. الدكتور ويليام هيلمبراند كان مشهور ومعروف عنه سمعته إنه شديد جداً جداً جداً، دير بالك. والله أنا بلشت التخصص وفعلاً صرت أشوف الزلمة صار يعاملني معاملة قاسية جداً. قلت أوكي لازم أروح أشكي لرئيس القسم. رحت على تشارلي، قال لي آزيا، قلت له والله يا تشارلي بدي أقعد معاك أقول لك أنا بدي أستقيل، ما بدي أتخصص قلب، ما بدي أي شيء. قال لي ليش؟ قلت له والله المعاملة خلال الثلاث شهور الماضيات من الدكتور هيلمبراند معاملة قاسية، وأنا متأكد لأنه هو يهودي وأنا مسلم بعملني بقذارة بهالشغلة هاي. شال نظاراته وقال لي زياد أنا يهودي رئيس القسم، وأنا لما أجيت على القسم طبعا هيلمبراند كان أقدم منه بالقسم، عاملني معاملة قذرة جدا جدا وشديد علي جدا. قلت له يعني ما لها علاقة بالدين وأنا لأني عربي ومسلم؟ قال لي لا لا لا، هذا هيلمبراند هو هيك. لما خلصت التخصص دائما هم بآخر أسبوع أسبوعين طبعا بيكرموا الأخصائيين اللي تخرجوا من جامعة ييل. هيلمبراند ما بيكرم ولا واحد. هذيك السنة أول مرة من 14 سنة هيلمبراند عزمني أنا وزوجتي وجاب لنا هدية، ما عمر اشترى لي أي شيء هذا الإنسان، وجاب هدية اللي هي سماعة وكتب عليها اسمي. عملي في جامعة ييل هو رئيس مختبر قسطرة القلب، حيث نجري عمليات لتشخيص وعلاج الحالات. عمل معي كثيرا، ولأني رأيت أن لديه إمكانيات ضخمة دفعته بشدة، لأني أردت له أن يحقق أفضل ما يمكنه تحقيقه. الدوحة هي المحطة الحالية في مسيرة بحث الدكتور زياد ورحلة عطائه. عم بنأسس الآن قسم لأمراض القلب مستشفى السدرة، وإن شاء الله مستشفى السدرة راح يفتح عما قريب. وحاليا يعني حتى مع أنه مش فاتح عم بيجيني مرضى من الكويت، من دبي، من السعودية، من لبنان، بيجوا من 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 الأردن. هلا بنقيس لك الحجم بالضبط. بعدين انقباض عضلة القلب أقوى من عضلتي وعضلة أي واحد. شوف ما شاء الله كيف تنقبض. طلع 79%، ممتاز جدا. أي شيء أكثر من 55 ممتاز. أنت 80. دكتور زياد بصراحة يعني مهما تكلمت ومهما قلت من كلام بحتاج إلى يعني كلمات وأحرف يعني جديدة إني أنا أقدر أشكره فيها وأعبر له عن يعني اللي داخلي. يعني مهما قلت فيه شهادتي فيه مجروحة. يعني دكتور زياد من أفضل الأشخاص اللي أنا قابلتهم في حياتي. Yes, exactly. That's why I sent him an email yesterday asking him to meet with him. Then I received automatic reply. Yes, when he comes back. But this is exactly what I'm because it's really. الشرق الأوسط بحاجة لصرح طبي مهم جدا وأطباء وفنيين مهمين جدا. فإن شاء الله الحمد لله السدرة بتفتح وبتكون بداية ممتازة للمنطقة إن يكون عندها قسم لأمراض تشوهات القلب الخلقية. في المسيرة العلمية والعملية لزياد حجازي محطات وإنجازات وكشوف وابتكارات ارتبطت باسمه وميزت إسهامه في عالم الطب
وعلاج أمراض القلب على وجه الخصوص. الأمراض اللي بنشوفها بالأطفال أمراض كتير متنوعة، 134 نوع. الكبار نوع نوعين اللي هي شريان التاجية ومع السلامة، لكن بالأطفال التنوع في الأمراض ووجود التداخلات العلاجية بأواخر السبعينات وأوائل الثمانينات هم اللي كانوا الدافع إلي أني أختار تخصص في قلب الأطفال. All right everybody, good morning. Back to the RV. This is LPS saturation. It's 5 hours. Yes. لو عندنا الاكوبمنت من اول زمان خلصنا، بس جبنا تبغى الاكوبمنت. في عام 2005 كنت اعمل تجارب على الحيوانات على صمام رئوي. هذا الصمام بنحط بالرجل، بدل ما تعمل عمليه قلب مفتوح بتعمله من الرجل، مروح المريض ثاني يوم. فاجاني مريض عمل عمليه قلب مفتوح وتغلب المسكين المريض وقعد 6 أسابيع في المستشفى وصار معاه مضاعفات جانبيه من الجراحه لانه حطوا له صمام رئوي. فلما قلت لأمه وأبوه قلت لهم والله جاستن بده عملية تانية، طبعا صاروا يبكوا، قالوا قبل سنة سوينا عملية وصار عنده مضاعفات. وهذا في أي وسيلة إنه نتفادى العملية الجراحية؟ قلت لهم والله أنا قاعد بشتغل بمختبر الحيوانات على صمام، لكن ما عمري حطيته بأي بني آدم. اتصلنا مع الـFDA طبعا ما اقتنعت، قالوا بدنا نجيب محكمين مش مشترفين على المريض هذا من برا المستشفى تاعنا، من جابوهم من كليفلاند كلينيك، هم يقرر انه هل هذا المريض بتحمل الجراحة العادية او لا. طبعا اجتمعنا والجميع اقر انه جاستن ما بقدر يتحمل عملية جراحية قلب مفتوح، وقالوا انه اذا الصمام اللي انا بشتغل عليه بعتقد انه راح يزبط خلينا نسويه. قلت لهم والله انا عندي ثقة كاملة انه هذا الصمام راح يزبط. فجبنا جاستن ب 13/12/2005 وعملت العملية عليه، كانت أول عملية من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية، صمام بدون عملية جراحة قلب مفتوح. فالحمد لله على سلامته. الله يرحمه. الله يعافيك. الله يخليك. اطلبوا العلم ولو في الصين. وإلى الصين يرحل الدكتور زياد مراراً وتكراراً. هناك يجري تجاربه الجديدة ويواصل رحلة الكشف والابتكار. في عندنا مختبر للأبحاث على الحيوانات، خاصة الحيوانات اللي هي الخنازير، بنعمل عليها أبحاث تجارب على القلب على أمراض الصمامات. وهون في الصين في عنا عدة شركات متخصصة في الأبحاث العلمية، وأنا بشتغل مع إحدى الشركات لأساعدهم لتطوير العلاجات التداخلية لعلاج مرضى الصمام التاجي، الصمام الأورطي، الصمام الرئوي برضه. وهنا في توفر معدات كثيرة جداً إن وتسهيلات مقارنة مع الغرب، مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا. وأنا طبعاً عملت تجارب في جميع هاي الدول. الخبرة اللي في الصين الصراحة خبرة ممتازة جداً، والتسهيلات اللي بيعطونا إياها تسهيلات أحسن من أي دولة أي ثانية. ومن أجرينا حديثاً العديد من الأبحاث وهي متصلة بمجموعة الأبحاث التي أجريناها من قبل. هدفنا هو تحقيق أفضل النتائج لمرضانا. هذه التقنيات تخفض نسبة الألم والجروح اللاحقة للعملية، وتساعدنا تلك التقنيات على القيام بأقل قدر من الجراحة لجسد المريض مع الحصول على أفضل النتائج، بل وعلى نتائج أفضل من الجراحة أحياناً. هذه التقنية التي نستخدمها تساعد المريض على تحمل المرض وعلى مصاريف العلاج، وهكذا نلتزم بتقديم أفضل ما يمكن لمرضانا.
يعني أنت ما تحس أنك أنت في العمليات اللي أنت سويتها هذه مرة الوصلة أنك شوف كم نسبة نجاح عندك؟ نسبة النجاح أكثر من 90 أكثر من 95%. العلاقة مع الأهل أحسن علاقة. لهيك أنا زي ما حكيت لك إنه لما يجيك طفل أنت بتصاحب الطفل وبتصاحب أهل الطفل، فبنظروا إليك نظرة يعني كأنك فرد من أفراد العائلة، بيحترموك بيحبوك، وهاي لا تقدر بأي ثمن، لا تقدر بأي ثمن. شو أخبارك؟ مبسوطة؟ شكرا شكرا. Thank you. مليان مليان. This table here. نعمل ريكروتمنت للمستشفى، بنجيب أطباء وممرضات من جميع أنحاء العالم يجي يشتغلوا بالصدرة. طبعا بناخذهم نطلعهم عشاء، فبنطلع دائما عشاء مع الأصدقاء والزملاء بالشغل، ومرات بيكون طبعا هدول الزائرين أطباء أو ممرضين وممرضات بكونوا جايين على دوحة، بناخذهم معنا على العشاء حتى نقنعهم إنه الدوحة مدينة حلوة، مدينة اجتماعية. والصراحة المطاعم اللي بالدوحة من أرقى المطاعم اللي شفتها بحياتي. يعني أحمد حجازي، أنا الشقيق الرابع للدكتور زياد حجازي من الذكور. من يوم ما ترك الأردن وطلع يدرس، صح كان بعيد آلاف الأميال، كان متابعنا خطوة بخطوة، يعتبر موجه إلنا جميعاً، إحنا أخوانه، كان موجه إلنا جميعاً في اختيار دراساتنا، متابعتنا، فكنا نشعر دائماً إنه قريب علينا. طبعاً لما وصل للمرحلة هاي من المستوى العلمي اللي وصل له، يعني الواحد نفسه يمشي بالشارع يقول أنا أخذ دكتور زياد، أنا أخذ دكتور زياد. رغم قدومه إلى الدوحة منذ عدة سنوات، ما يزال زياد حجازي يعيش في الفندق الذي بات فيه ليلته الأولى. لم يجد الوقت ربما للبحث عن شقة، وربما احتفظ بفكرة البيت حصرياً للمكان الذي توجد به زوجته ماري. ولزواجه بماري قصة. بعدين مش بس يعني غريبة، كانت ثورة. زوجتي اجت على الأردن بشهر 10 عام 1980 من إيرلندا، اجت تشتغل مضيفة بشركة الطيران الملكية الأردنية. قررت أن أعمل مع الخطوط الجوية الإيرانية عام 79، لكن أبي رفض تماماً، ففكرت في الالتحاق بشركة أخرى، وفي أكتوبر قلت إنني ذاهبة إلى الأردن. أنا كنت طالب طب السنة الرابعة، فإجت في يوم الأيام، يوم الخميس كان، خلصت من الجامعة، خلصت دروسي، رحت على نادي المدينة الرياضية اللي أنا كنت مشترك فيه للرياضة. والله نزلت هناك، شفنا البنات هناك، جبت كرسي وقعدت جنبهم. بعد كم دقيقة جت عيني بعين زوجتي الحالية هناك، صاحباتها لاحظوا. كان زياد طالباً في السنة الرابعة في كلية الطب، وجلس يتفحص الفتيات بعينيه، ثم طلب مني موعداً للقاء، ولم أستطع تذكر اسمه لمدة 3 أسابيع. شيء مروع. بعدين عائلة حجازي الكبار فيهم حطوني بنص المجلس، تحقيق معاي، مين البنت هاي؟ شو عم بتساوي؟ وين أنت؟ فوقفت قلت لهم هاي البنت أنا بحبها وراح أتجوزها. صدمة كبيرة جدا، يعني بترمي الإبرة هناك تسمعها بجوز بواشنطن دي سي. ولكل زواج حفل، أما زواج زياد وماري فقد كان له حفلان، الأول بعمان والثاني في إيرلندا. عمان، بعد ما طلعت من عمان 1984، 9 سنوات ما قدرتش أرجع للأمور العسكرية لأنه اعتبروني فارغ من الخدمة العسكرية، فطبعاً الحنين كان شديد جداً جداً للأهل، للأخوان، للأخوات. خلال 9 سنوات جبت الوالد والوالدة، حضروا تخريجي من جامعة ييل من التخصص، فشفتهم مرة. رئيس الجامعة حكى للعمداء أنه كل إنسان يأخذ جماعته ويخرجهم عندهم شهادات.
كل ما يطلع صوت واحد جايب قرايب وجماعته هي ما في غير أنا وام زياد بس لحنا اثنين قلنا شو بنعمل بدام هذا كله بقول هي شو نعمل فاميلي كبير جات استنى شوي بس طلع اسم دكتور زياد حجازي طول حس صار هيك كل الناس صفقوا وطلع على ام زياد علي منظر حلو جدا جدا كيف حالكم؟ والله احنا مبسوطين بس احنا بدنا رضاكم علينا انا بكره مسافر ان شاء الله وين يا مسافر بعدين؟ على امريكا يابا على امريكا رايح اجازة لا اله الا اجازة؟ اجازة هاي اجازة مش شغل على سانتياغو على سانتياغو بالضبط بالنسبة يعني لو تسألني شو الاشي اللي بتتندم عليه في السابق بقول لك انه ما مضيت وقت كفاية مع ابني لما كنت دائما مسافر دائما بنعزم على عدة دول وما في وقت اقعد مع مريو ومع طارق فهذا الاشي الوحيد اللي بتندم عليه الصراحة لكن طبعا طارق لما كان صغير وكبر كان عنده ريزنتمنت يعني ما حب انه وين انت يابا انا مش موجود انت هون بس الوالدة وهو طبعا تشرح لنا والله أنا رايح هيك كله عشانكم طفل ما بفهم هيك شغلات لبعد ما صار عمره 18-19 سنة صار يتفهم وصارت علاقتنا أقوى من أول بكتير أما وهو يعني بسن 10 و11 و12 و13 أعوذ بالله ما بده يحكي معاي من مرة لأنه ما عم بشوفني طبعا أنا ما بلومه لكن للأسف في حياتي غامرت وقلت والله لا بدي أنا أركز على المهنة أكثر من العائلة آملاً إنه العائلة راح تغفر لي والحمد لله طبعاً غفروا لي والحمد لله هاي صارنا 33 سنة متجوزين ونحب بعضنا وكل شيء بس مش قادرين نخلف كمان مرة الحمد لله ولكل رحلة نجاح على ضفاف بعيدة تضاريس وأحداث وإحداثيات أشواك وثمار أما الحنين فيبقى أبداً لأول منزل